السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا في قناة منوعات مع الخواتات. في فيديو اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم واحد الأكلة مغربية شعبية 100%، سميتها فتيلة الشطبة. كنوجدوها في فصل الشتاء، كتكون غنية بالفيتامينات اللي كتمنح الجسم الطاقة وكيقاوم البرد. ندوزو المقادير وطريقة التحضير على بركة الله. بالنسبة لفتيل الشطبة اللي غادي نوجدو اليوم، كنحتاجو فيها هاد المقادير اللي عندنا: زلافة ديال مطيشة، بصلة كبيرة مشلضة، عندي الفول، وعندي العدس، معلقة ديال الحلبة، عندي القزبر ومعدنوس، وعندي كاس لاروب ديال زيت البلدية. توابل: عندي معلقة كبيرة ديال التحميرة، ومعلقة كبيرة ديال الخرقوم، معلقة صغيرة ديال سكينجبير، الملح حسب الذوق، ومعلقة صغيرة ديال المساخن، ومعلقة صغيرة ديال الإبزار، ومعلقة كبيرة ديال السمن. وبالنسبة لدقيق القمح اللي غنفتلوه، هو هذا، أنا بغيت نوريه لكم، هو باقي بالنخالة ديالو، أنا غادي نغربلو وغادي نفتلو. ندوزو دابا لطريقة التحضير على بركة الله. كناخد الكوكوط، كنوضع الربع، البصلة، الفول. بالنسبة للقطاني، الفول والعدس، كتبقى الكمية حساب الرغبة. كنضيف العدس والحلبة، كنضيف الزيت، التوابل اللي عندي، مطيشة. بصراحة كتجي ساهلة وداغي كتوجد، كتنفع في هاد البرد، كيكون الحال بارد دائما كنديروها. كنخلط هاد المكونات اللي عندي كاملة، كنحطها فوق البوطة، كنخليها تشحر، ومن بعد غنزيد ليها الماء وغنسد عليهم باش يطيبوا. هنا عندي كاس ديال الماء، ما كنحسش الماء بزاف. هنا كنغربل الطحين، كما كتشوفوا كندير هذه الكميه حتى الى خصني كنزيد. هنا كيف ما كتشوفوا
خلينا ناخذ معلقه. بسم الله. كنبداها بهالطريقه بحال تنفتر السميده ديال الكسكسو. نحاولوا نديروها رقيقه بهالطريقه، كتجي سهله. غنكمل معكم جميع المراحل من الاول حتى الاخير. كيف ما كتشوفوا معايا، الا كانت شي حبه مغليضه كنحلها بيدي بهذا الشكل. كنبقى مستمره بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. كنحكها بين يديا، الا كان شي طرف كبير كنقسمه. بصراحه كيجي الفتيل ديالها ساهل، ما كنقاوبوش الماء، كنديروه غير شويه شويه باش ما تعجنش. كناخد سيار او شبكه يكون العيون ديالها بهذا الشكل. الهام، تحيه الالهام. وكنغرب لها، كيطيح لي الدقيق لتحت والمفتول كيبقى لي الفوق. وهاد الدقيق اللي طاح حتى هو كنفتلو حتى كنكمل. بقاو معايا حتى الاخير.
بعد ما تقلاو ليا جميع المكونات كنزيد الماء. تقريبا زدت 3 لتر ديال الماء، كيبقى الماء على حساب الكميه اللي بغيتي. كنسد عليهم وكنخليهم يطيبوا. وهذا هو الشكل ديال الدقيق بعد ما فتلته. كنزيد عليه 2 معالق ديال الزيت البلديه وكنكسكسو مزيان بحال السميده ديال الكسكسو. كنخلطو مزيان حتى كتدخل فيه الزيت. هنا ضروري ما نديرو الزيت باش ملي كنديرها في المرقه ما كتعجنش. هنا بعد ما طاب العدس والفول كنزيد الماء، كنخليه حتى كيغلي، وكنزيد الدقيق المفتول بشويه بشويه، وانا كنحرك. كنبقى مستمره بشويه بشويه حتى كنكمل وما كنزقاش من التحريك حتى كتغلى مزيان. كنخليها فوق البوطه تقريبا 4 ساعه او 20 دقيقه. كنبقى انا مستمره بهذه الطريقه ونتلاقى ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال فتيلة الشطبة، أكلة مغربية شعبية 100%. بصراحة كتجي زوينة في هذا البرد، كتسخن لأن مكوناتها غنية، فيها الفول وفيها العدس، الحلبة المساخن، الزيت البلدية. بصراحة كتجي رائعة. حنا العادة ديالنا كنحطوها في القصرية وكناكلوها مجموعين. وكيف ديما مكرهتكمش تكونوا مجموعين معنا. شكرا على المتابعة، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلام عليكم.